عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترت علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا. قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. ثلاثا. ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مسجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم استجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالتوكل واليقين. تقدم في هذا آيات وأحاديث كلها تدل على وجوب الإيمان الجازم واليقين بأن الله معبوده الحق وإلهه الحق، وأنه مستحق العبادة، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، والتوكل على الله في جميع الأمور. هذا هو واجب المسلم، أن يكون مؤمنا بالله وبرسوله، مؤمنا بكل ما أخبر الله به ورسوله، مؤمنا بأن الله معبوده الحق وإلهه الحق، وأنه مستحق العبادة، ومع ذلك يتوكل على الله في كل شيء، يعني يعتمد على الله في كل أموره، لا على حوله وقوته وأسبابه، ولكن يكون اعتماده على الله مع فعل الأسباب. يتوكل على الله، يؤمن بأن ربه هو النافع والضار، بيده كل شيء، فيفوض قلبه إلى الله ويعتمد على الله بقلبه مع الأخذ بالأسباب، من فعل الطاعات وترك المعاصي وتعاطي الأسباب التي تعينه على طلب الرزق من البيع والشراء والحراثة وغير هذا من أسباب الرزق. هذا معنى التوكل، التوكل على الله بالقلب مع العمل بما شرع الله من تعاطي الأسباب. في الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم غزا نجدا، يعني غزا بعض موادي نجد يدعوه إلى الله عز وجل. يقول جابر: فلما قفلنا نزلنا في واد كثير الشجر كثير العظاة، وتفرق الناس تحت الشجر
للظل، وكانوا يتركون الشجرة الظليلة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينام يستريح تحتها. فبينما هو نائم وقد علق سيفه ببعض الشجرة استيقظ وعنده رجل أعرابي بيده السيف صلت قد أخرج من جفيره، فقال للنبي من يمنعك مني؟ قال النبي الله يمنعني منك. فقال الله الله، فسقط السيف من يد الأعرابي وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني؟ والنبي له قال لا أحد، لأنه كافر. فاللفظ قال كن خير آخر، يخاطب النبي يقول كن خير آخر يعني اعفو عني. فقال صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك وأن لا أكون مع قوم يقاتلونك. أما الإسلام أبى، ولكني أعاهد أني لا أقاتل لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله. فهذا فيه العفو إذا رأى ولي الأمر العفو، فكان هذا العفو فيه مصالح، راح يبشر قومه ويخبر قومه لأنه جاء من خير شخص عفى عنه، كانت دعاية للإسلام ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم في عفوه بعد القدرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ويقول سبحانه أنت عفو أقرب للتقوى. هذا يدل على أنه إذا رأى ولي الأمر العفو عن بعض الجنات لمصلحة إسلامية فلا بأس، العفو في محله مطلوب. وإذا رأى ولي الأمر عدم العفو لأن هناك أسباب توجب على ذلك لم يعفو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن قوم وعقب آخرين. فالمسألة تدور على ما يرى ولي الأمر من أصلها، هي إذا كان الأمر بيد ولي الأمر، وإذا كان بيد غيره كذلك يراعي المصلحة. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلوا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا جيعا وتروح بطانا إلى آخر النهار قد شبعت. يعني الذي يرزق الطير وهذه السباع والهوام في البراري هو اللي يرزق الباقي سبحانه. هذه الطيور تطير الصباح دور الرزق في الشجر ورؤوس الجبال وفي كل مكان، وإذا جاء آخر النهار رجعت قد شبعت ويسر الله أمرها. فهكذا المؤمن إذا توكل على الله وأخذ بالأسباب رزقه الله. المصيبة الإهمال والإعراض وعدم التوكل على الله وعدم تعاطي الأسباب، هذه مصيبة الإنسان. أما إذا توكل على الله وعرف أنه مسبب الأسباب وأن كل شيء بيده فاعتمد عليه وأخذ بالأسباب هو لا يضيع سبحانه، كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسب، يعني فهو كافي. هذه ثلاثة يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وأدخل الصلاة، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رابت ورابت إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، واجعلها آخر ما تقول. هذا هو السؤال الأفضل. إذا أتى النوم يتوضأ حتى ينام على طهارة ويقول هذا الذكر وهذا الضراعة، اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وتكون هذه آخر ما يقول ومن آخر ما يقول. فيها التوكل على الله والاعتماد عليه، اللهم أسلمت نفسي إليك ووضت أمري وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، كل هذا فيه الثقة بالله والاعتماد عليه، توجيه القلب إليه رغبة ورهبة. ويدل على أنه يستحب للمؤمن إذا أراد النوم يتوضأ عند النوم، ينام على طهارة وعلى جنبه الأيمن، يستحب له يقرأ آية الكرسي عند النوم وهو الله نوم المعوذتين يقرأها ثلاث مرات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بالأذكار الشرعية أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات، هذا من أذكار المساء وعند النوم. ومنها ما ورد الحديث أمسينا وأمسينا يأتي لها أبواب خاصة عند المؤلف رحمه الله موفق الله يجمع به يدينه ويمس به جميع جسمه عندما يقرأ هذه الأذكار، يبدأ مقدم جسمه هذا وجهه صدره يمسح به ما استطاع من جسده بادئا بمقدمه. المراد بالفطرة أي نعم 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 صلى الله عليه وسلم. صحة حديث عمر لا بأس، هو جيد جماعة أحمد وجماعة من أهل السنة لا بأس به، هو من حديث الأربعين من الثمانية التي زادها ابن رجب على أربعين نووية. نعم قبلتكم أمواتا وأحياء صلى الله عليه،
هي قبلتكم؟ نعم الكعبة نعم. وكيف نقبل الميت القبلة أحسن الله إليك؟ كالنائم على جنبه الأيمن. كالنائم اي على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة. قرأ سورة التبارك قبل النوم؟ قرأ سورة التبارك قبل النوم ورد فيها شيء؟ ورد فيها حديث تشفع لصاحبها ولكن في فيها نظر فيها بعض النظر. قراءتها عاقب كل صلاة؟ لا لا ما ورد ما ورد. أحسن الله إليك شيخ، استقبال القبلة عند النوم لا أصل يا شيخ؟ نعم استقبال القبلة عند ما أخبر شيء، هو ما أخبر شيء، لكن خير من جاء استقبال القبلة ولا ما فيش سواء عيمينه وشماله وأمامه وخلفه الأمر واسع.